في الوقت الذي بدأت فيه أكثر الأطراف السياسية ترتيب أوراقها للمشاركة في انتخابات أكتوبر تشرين الأول، يدور حراك برلماني للطعن بفقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات من خلال جمع تواقيع نواب بلغ عددهم وفق رئيس لجنة المحافظات النيابية شيروان الدبرداني نحو 150 نائباً، موضحا لقناة الحرة أن الحراك لم يصل إلى مداه القانوني بعد، وما زال محض فكرة ونقاش بين أعضاء الرافضين لفقرة الدوائر المتعددة. قانونيون رجحوا أن يسفر الطعن عن تأجيل الانتخابات أو استحالة إقامتها في حال مصادقة المحكمة الاتحادية عليه. بعض السادة النواب يرون أن هذا التقسيم كان غير عادل، ويرجع ذلك إلى أنه لا يوجد تعداد حقيقي للسكان معتمد من قبل الحكومة العراقية، وبالتالي يرون أن هناك غبن حصل لبعض المناطق. الآن الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية، إذا ما وجدت أن هناك ما يستحق قبول الطعن والاستناد له بقرار الحكم، أنا أعتقد ستذهب المحكمة الاتحادية بهذا الاتجاه إذا ما وجدت هذه الأسباب الموجبة للطعن، وإذا ما أقرت هذا الطعن ستؤجل الانتخابات حتما. وبحسب المعترضين من النواب، فإن عملية تقسيم الدوائر راعت الأحزاب السياسية الكبرى، مشيرين إلى أن توافق الكتل والأحزاب الكبرى نتج عنه إقرار قانون الانتخابات. من جانب آخر، قلل محللون سياسيون من أهمية تلك الطعون، لا سيما بعد صدور مرسوم جمهوري وتوافق الكتل السياسية حول القانون. لا أتصور بأن هذه المحاولة سيكتب لها النجاح، خصوصا في ظل وجود أولا توافق سياسي ما بين القوى التقليدية، وأيضا صدور المرسوم الجمهوري من قبل رئيس الجمهورية باتجاه إجراء الانتخابات في أكتوبر القادم. وفقا للقانون الانتخابي الجديد، فإن 83 دائرة انتخابية سيتم توزيعها على محافظات البلاد بواقع 3 إلى 5 نواب عن كل دائرة، وهو ما يقلل من حظوظ الكتل الصغيرة والمستقلين في منافسة الأحزاب والقوى السياسية التي رسمت خارطة الدوائر وفق مركز ثقلها الانتخابي كما يرى النواب المعترضون. أسعد الزلزلي، الحرة، أربيل. ومن عمان مشاهدينا معنا نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الأسبق سعد الراوي. أستاذ سعد، مساء الخير، شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه. بداية، من خلال خبرتك، يعني كيف تنظر لاعتراضات النواب على قانون الانتخابات وإلى الدعوة لتأجيل هذه الانتخابات باعتبارها لا تزال غير مستوفية للشروط كما يرون؟ كيف تنظر لهذه الاعتراضات؟ مساء النور، حياكم الله وحيا الله مشاهديكم الكرام. بصراحة القانون هو أصلا بقى بين أروقة مجلس النواب أكثر من عام، صوت عليه بالإجماع ب 2019، رأى النور ب 2020، واليوم إحنا ب 2021، وحتما في ثغرات كثيرة وجسيمة وأكبر من ترسيم الدوائر. لكن الاعتراض الآن أعتقد هو الغاية، هو تأجيل الانتخابات. اليوم احنا عندنا 83 دائرة، حتى من وزعت مفوضية الانتخابات المرشحين ما وزعتهم على 83 دائرة، وزعتهم وكأنه العراق كل محافظة دائرة انتخابية. فلذلك لحد الآن لم نجد حدود إدارية لكل دائرة انتخابية، ولا عدد سكان ولا عدد ناخبين، ناخبين خاص وسجل عام. فلذلك احنا لازلنا غير يعني خلينا نقول لا، لحد الآن ما نفذنا قانون الانتخابات. نعم. حتى نطلب بتغييره. نعم. هذه الإشكالات يجب دراستها قبل صياغة القانون. نعم. واضح. هناك من يعتبر أن هناك يعني خللا فنيا في يعني في عدد الدوائر الانتخابية، يعني 83 لا هي بعدد الأقضية ولا بعدد المحافظات ولا النواحي، وبالتالي ترسيم الحدود لهذه الدوائر يبدو أمرا صعبا. لماذا لم يصار إلى اعتماد الأقضية كدوائر انتخابية وعددها 120 في العراق ومعروفة الحدود؟ نعم، الأقضية، هناك أقضية استحدثت جديدا، وهذه الأقضية لم كذلك ليس فيها حدود إدارية دقيقة ولا تعداد سكاني. فإحنا نحتاج بصراحة الإحصاء السكاني يحسم هذا الموضوع، أو ممكن الاعتماد على البطاقة الوطنية ولحد الآن غير مكتملة، ولا سجل الناخبين مكتمل. فكل الإجراءات هي فيها إشكالات فنية.
سواء جعلت المحافظة دائرة واحدة أو على مستوى القضاء أو على مستوى الـ 83 دائرة. أهم معيار بتقسيم الدوائر هو أن تكون تمثيل توزيع متماثل. يعني أما تقول مثل ما قلت جنابك أنها كل قضاء هو دائرة انتخابية أو كل محافظة أو كل 100,000 ناخب، يعني المهم أن يكون توزيع متماثل. طيب. اليوم التوزيع غير متماثل. واضح. طيب هناك من يدعو إلى يعني تحديث كامل وتام لسجلات الناخبين وحصولهم على يعني بطاقات بيومترية ومنع استخدام البطاقة الإلكترونية منعا للتزوير، باختصار هل تؤيد هذا الرأي؟ أؤيد، ولكن يجب أن ندرس كل شيء بعناية. اليوم من 2014 وإحنا الآن ب 2021، لحد الآن تقريبا نصف الناخبين لا يمتلكون بطاقة بايومترية. إذا متى يكتمل؟ يعني لو تأجل عام أو عامين يمكن ما يكتمل. أنا ما أشعر أكو تعاون بحسم موضوع سجل الناخبين. فموضوع سجل الناخبين هو العمود الفقري لأي انتخابات حرة نزيهة. فلذلك يجب أن يتعاون الجميع، جميع شركاء العملية السياسية على أنفاق سجل ناخبين دقيق موثوق فيه. هذا الموضوع يحتاج تعاون بين شركاء العملية السياسية وهذا الشيء مفقود. إذن من عمان برئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الأسبق سعد الراوي، شكرا جزيلا لك.